لهلك تفريسكم ولا يجعل لكم شي درية خاسرة تنغص عليكم حياتكم وتقلبها رأسا على عقب. الدرية تخطأ وتؤدي وتؤديكم انتم وتأديو ثمن الخطأ اللي داروا. شحال من واحد حياته كلها وهو ماشي حيط حيط، وملي كبروا الدراري ورطوه في مشاكل هو في غنى عليها. المرض دي هاد الكلام هو اللي غادي تسمعوه في هاد القصة اللي جبنا لكم في هاد الفيديو، وماشي غير حيت الوالدين هنا مسؤولين في الجيش وفي الأمن، لا أبدا. هاد الشي كينطبق على كل شي، سواء كانوا الوالدين فقراء أو لبس عليهم. ولد شي كولونيل ماجور هو البطل ديال هاد القصة اللي جبنا لكم. قتل شي ولد البوليسي، قتلو بطريقة بشعة في حي الفيلات التابع لقطاع الوفاق بمدينة الرباط العاصمة المغرب، ودابا تشد وراه في الحبس ديال العرجات الثاني في مدينة سلا في انتظار بداية تحقيق تفصيلي معاه، بعد ما استمع له قاضي التحقيق بمحكمة السنة بالرباط، استمع له إعداديا أثناء الإحالة ديالو عليه من طرف الوكيل العام. مرة أخرى الشراب سبب في هذه الجريمة. الشراب وما يدير، بجوجهم كانوا كيسكروا في محيط الفيلا واحد فيهم أو دواء الأب ديال الجاني. الشراب لعب عقولهم ولعب بهم وتسبب في جريمة قتل بشعة. للأسف الجاني قتل الضحية وهشم ليه حتى الراس، والبشاعة الجريمة حتى عائلة الضحية مساكن الله يصبرهم بالمناسبة والله يرحم المرحوم، ما استطعوش يتعرفوا على ولدهم ملي شافوه في لامورك في السبيطار. الملامح الوجه كانت ما بقاتش مشدات وقوة الضربة اللي تلقاها، وهاد الضربة هي اللي كانت سبب في الوفاة ديال الله يرحمه. ود الفشوش قتل صاحبوه، هرب الطوموبيل مشى لدار صاحبته في حي أغدال في نفس المدينة باش يتخبى. البوليس ملي لقاو الجثة كان الاعتقاد في الأول أن الأمر كيتعلق بحادثة سير، لكن الحقيقة تنكشف أثناء سريان البحث اللي فتحته لبيجي. حول ولا قوة إلا بالله. المهم البوليس اهتدوا الجاني وقلبوا عليه ولقاوه في دار صاحبته. شي فرقة جنائية ديال المنطقة الأمنية ديال تمارا الصخيرات هي اللي شدته بعد مدة قصيرة من الفرار ديال مسرح الجريمة، وهذه الجريمة هي الأبشع اللي كتعرفها العاصمة الرباط في هذا العام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المعلومات المتداولة إعلاميا واللي نشرتها صحف ومواقع ما جبناهاش من رؤسنا، هذه المعلومات كتقول أن الجاني والضحية كانوا صحاب، وكانوا في ديك الليلة كيسكروا حدا ضرب بين الجاني قبل ما يوقع شي خلاف بيناتهم توجه للأسباب الحقيقية ديالو، والبحث هو اللي غادي يكون كشف عليه. المعلومات نفسها كتقول أن النزاع تحول لمواجهة دامية بالسحب بجوج، وزاد الشراب شخد الأمور. اللي ما ضرب الجاني بشي هروة وولد الفشوش يعني الجاني رد عليه بضربة مماثلة، وحدة فيها جاتو في الراس وهشمت ليه الراس لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تم تداوله يؤكد أن الجاني هشم رأس الضحية بالكامل ونكل بالجثة ديالو بطريقة بشعة، وداس على وجهه حتى برجليه يعني عفط عليه برجليه قبل ما يهرب من مسرح الجريمة. وبطريقة هوليودية على متن الطوموبيل ديالو فين كانوا بجوج، والطوموبيل خلاها حدا الفيلا ديال باهم مشى لدار صاحبته فين تخبى حتى هي جبد ليها الصداع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. البوليس جاو لمسرح الجريمة، وكان الاعتقاد في الأول كما قلت في بداية الفيديو أن الأمر كيتعلق بحادثة سير، لكن جوج شهود هما اللي يفندوا هاد الفرضية، وهما العساس ديال الليل في ديك الحومة وشي مول الفيلا كيسكن قريب من فين وقعات هاد الجريمة. هاد الشهود بجوج أكدوا أن شي مواجهة عنيفة وقعات بين الضحية اللي لقاوه ميت تماك وصاحبو، وكانوا بجوج راكبين في شي طوموبيل واعرة، واحد فيهم ضرب الآخر وهرب. والبوليس حجزوا في مسرح الجريمة شي قرعي ديال الشراب خاويين شربوهم ولاحوهم، ومن اللي مشاو فين كاين الطوموبيل لقاو فيها حتى بقع دم، وتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر كيتعلق بجريمة قتل. ودلفشوش قتل صاحبه بعد ما لعب الشراب بالعقول،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. تشدد الفشوش وتحل على الوكيل العام اللي حاله بدوره على قضاء التحقيق اللي مازال كيحقق معاه، والعقوبة أكيد غادي تكون قاسية بالنسبة ليه حيت متورط في جريمة قتل، وكيعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بمداود متفاوتة حسب درجة أو نوعية المتابعة ودرجة الخطورة ديال الفعل الجرم اللي تورط فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وانا لكم شاكر على ذلك، ونتمنى باش تكون في هذه القصة دروس وعبر. راه الشراب الخوت ديما كيدير المشاكل، بعدوا على الشراب، بعدوا على الشراب قدر ما استطعتم، وبعدوا الرفاق السوء، واخا انا ماشي رفاق السوء لكن الشراب اللي يلعب كل شيء. والى فرصة لاحقة دمتم اوفياء لقناة موروكان كريم تي في، الجريمة المغربية، ودامت لكم الأفراح والمسرات، والله يبعد عليكم المدرجات والمشاكل اللي ممكن تنغص عليكم حياتكم. وإلى فرصة لاحقة دامت لكم الأفراح ودامت لكم المسرات، والله يبعد عليكم كحل الرأس كما كنقول.